النهارده مباراته ضد فريق البنك الاهلي على استاد حرس الحدود الماكس، ده ضمن منافسات الجوله الثامنه في بطوله الدوري الممتاز. امبارح كان اخر مران بقى على ملعب التتش قبل المباراه. حرس باتشو موسيماني المدير الفني للفريق ان هو يعقد محاضره بالفيديو مع اللاعبين، ده طبعا قبل انطلاق المران، وان هو يعمل حديث معاهم برضه عن الجوانب هنا بقى الفنيه بنتكلم، والخططيه وطريقه اللعب اللي بيرغب في تنفيذها خلال مواجهه البنك الاهلي. اعتقد يا كريم هتبقى مباراه قويه جدا، واحنا ان شاء الله بننتظر مش بس ماتش فيه فوز، لا ماتش حلو، كوره حلوه تتلعب ان شاء الله النهارده بتوقيت الساعه الخامسه. في مشهد حصل امبارح عايزين نتكلم مع حضراتكم عنه ونلقي عليه الضوء، هو الحقيقه يعني حاجه في منتهى الاهميه ومن ضمن الامور اللي بتميز جدا المدير الفني باتشو موسيماني. امبارح اجتمع موسيماني مع اللاعب ناصر ماهر طبعا على هامش المران الجماعي امبارح للاطمئنان على حالته الصحيه وللتعرف على كل المستجدات. طبعا الاصابه اللي كان تعرض ليها اللاعب طبعا كان اجرى جراحه في الكتف بعد الاصابه اللي تعرض ليها خلال مشاركته في مباراه مصر المقاصه بالدوري العام. طبعا بيخضع حاليا لبرنامج علاجي مكثف، وموسيماني كان الحقيقه حريص جدا انه يعرف مدى التحسن اللي طرأ على حالته. وطبعا نقدر نقول ان اجتماع موسيماني بيبقى له يعني النوع ده عموما من الامور اللي دايما بتصدر عن باتشو موسيماني بيبقى لها دايما اثار معنويه على كل اللاعبين، وخصوصا اي لاعب مصاب بيفرق معاه جدا النوع ده من الامور، بيخلي روحه المعنويه مرتفعه، بيكون عنده حافز كبير للعوده، حتى لما بيرجع للمشاركه في التدريبات الجماعيه بيحس ان مدربه قاعد مستنيه، بالتالي النوع ده من الامور انعكاساتها النفسيه الايجابيه بتقلل بطبيعه الحال من فتره جاهزيته ودخوله وسط المجموعه. اكيد الجانب المعنوي فعلا حاجه مهمه جدا عشان نطلع احسن ما عند كل لاعب من لاعبي النادي الاهلي. طبعا ناصر ماهر لاعب يعني كويس جدا، هو من مواليد 97 وهو لاعب خط وسط هجومي ولاعب متميز جدا، وخليني اقول كمان دي مش صدفه، موسيماني اصلا بارع في الامور اللي زي كده، قبل كده كمان يا كريم عملها مع مروان محسن صحيح. بعد لما كان تعافى يعني من الكورونا، وشفنا كمان تفاعله مع اهداف وليد سليمان اكيد، وكلامه كان بشكل لافت جدا عن وليد سليمان وازاي كان بيتمنى ان هو يدرب الاهلي من زمان عشان يدرب تحديدا وليد سليمان لما كان كمان في عزه. موسيماني خليني اقول لحضراتكم كمان زي ما بنقول هو نفسيا بيريح اللعيبه بشكل كبير، وده بياكد اهميه بقى الجانب المعنوي اللي كتير من النقاد الرياضيين كمان اكدوا عليه. فعلا الفريق الى حد كبير اللعيبه فيه نفسيا كمان بقوا اريح، وده ظهر في طريقه اللعب، يعني اللاعب برده بيفرق معاه جدا ان هو يكون مرتاح. ففكره ان انت بتتدرب كويس جدا ومع مدير فني محنك، ولكن كمان الجانب المعنوي كويس، فاعتقد دي بقى توليفه رائعه في النهايه ان انت تقدم فعلا لعبه محترمه ولعبه قويه، وده فعلا شفناه.